عبدالكريم أحمد موغن مسيح هانكرا مايركا مغالدة هرقيسة إساقو كسو هورجي دا حكومة دا سومالي لان محوها هشيسكي آي وضاقالين مركي وتناسوليي عبد الرحمن سولتاكو لبادي كون يكوبي لباتنكي محو إساقفوغي سياسات دا حديو سياسات كسو بحاي دوقع عاسمة دا هرقيسة مسترموغي وربحين تيننا يينو دابولك كغروغي ناسادح غضب وفولك قوها ياه ما يرك مغالة ده هرقيسة ايو سامين تا اي كولي ده هاي حكومة دو حلقيسة لبادي يكون ايو كوبي يلا باعتنكي دورشادي سومالي لان كغبسون تاي ايو كغسو بحاي عدد بدان مغالة ده هرقيسة سيدا لوادهوغي هاي عبدكارين احمد موغي هاسي يشيه ملادي ساها انو نقضوه ما يرك مغالة ده هرقيسة ايا او هالكي كسي ودي وحنا كولا اللو لملاها عبد الرحمن سولتيكو oo ahaa maayirkii isaga ka horeeyay sida oo kalena ka soo baxay xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmi hase yeeshee loolan adag oo labadaas masuul dhexmari lahaa waxa baajiyay xukuumadda Soomaaliland taasi oo heshiis la gashay Cabdikariin Axmed Mooge xilligaasina waxa uu aqbalay dhammaan bashuruudihi ku xidhnaa duqa magaalada Hargeysa Number 1 waxa ka ahaa inuu marnaba ka soo horjeesan xukuumadda Soomaaliland maadaama uu ay caasimadeedu tahay magaalada Hargeysa ee uu maayirka ka noqonaayo. Heshiiskaasina wuu fuliyay intii si hore oo marar badan oo mucaaradku ay qaralaasay kala duwan ka sameeyeen magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba waddanka ayuu ka aamusay. Intaas kadibna sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqal codsi ayuu sameeyay xisbiga kulmiyay inuu ku biiro golihiisa dhexe. كدب هشيسي يو إسافكار دح مراي مسوليين تا حسبقاسي هقامياه يو حكومة دا سومالي لان هسيش مستر عبدالكريم او آه سياسي سيوين اوغا أولوليي براها بلشادا قولة تابان كرانا كاري ايا وحا وطور بيضا سياسات آه مصنان ايا لبقر داغنما آه تاسي او حكومة دا يو معارض كباي سيوين إشا وغوهيين ما دامو ويهي مسؤول سامين كوليه مغالة ده هرقيسة هي عاصمة ده سومالي لان تاسي او قوامسة قوشة اما قول دردا او حسبي اما ارورقارة ايو سيوينا ايو قو حساب تميان دين عيادو قدبك كوبادي فلقين تينو اي كو ادن تهي ايا حكومة ده سومالي لان ما دامو اي عاصمة ده يدو كعان تكو هايسو ما موسك حيوبين ايو كو سامين كرتا دوغا مغالة ده هرقيسة iyadoo adeegsanaysa awoodaha dheeraadka ah ee ay haysato iyo sidoo oo kale maamulka iyo kala dambeynta oo waqtigan haadirka ah wasaaradda arrimaha gudaha loo daba fariisto lambar 2 waxa uu ku lumin karaa Cabdikariin Axmed Mooge taageerayaasha uu ku leeyahay magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland waxana saameyn ballaaran ku yeelan karta xukuumadda maadaama oo ay ku loolamayaan kursiga uu ku fadhiyo ee ah duqa magaalada Hargeysa مادام او سومالي لان سياسة دايو ديگا ميسيقو اي سويني سوغو ميلانيهين تاگير يال آد او ترابادان ايو كلو من كرا هدي او كسو هرچيستو حكومة دا سومالي لان اي طلاد اي من كحيسا قدب كسا ديحاد احنا كانو قدن بيا ايا اه سوامين سياسة ديد ايا اي كوي ايلان كرتا اينو كسو هرچيستو وقت كان حادر كا حكومة دا سومالي لان حزبيه معارض كاهي هوري وجيري او ميد كاميدا كسو بحي ايان حدا لا حقيقين كارين ان سو بحي ان يين كاله ما دام او دورشدي ورورد يا اصحابتا بدني اي سومالي لان فود كو سو هايسو تاني نو اميد ان لا اسكو هلاين كارين او رجب بورن لغا قبين ان اي سياسه سيده سي اهاتو عبد الكريم احمد موغينا مستقبل سياسيه ايو كلي اي هي سومالي لان دين عكالي مركا لغا ايغو حي ليرياشا سياسة دا ايا وحا اي شيغين ان آن حسبiga كلمية مرنبا عصان قف سامين ليه او سومالي لانچوغي حسي شي عبدكارين احمد موغي ايو حسبiga كلمية هشيس هوسي ديح مراي كاسي او اي اسكو اوغايين مستر موغي او اهدوغا مغالة ده هرقيسة اي عاصمة ده سومالي لان ايو سي هشيس كاسي مركي دنبه دبادا كلاحو ماضا هسي يشي وحا وكو اي كرا وح بادن او اي كو كيهين يلا با تاقير ياشي ساه يسيد او قليه كرسيغ او كفر ديو